اليوم من خلال هذا المعرض لسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأننا انتقلنا إلى زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المشروع هو مشروع حضاري، مشروع قويم ينير لأبنائنا وبناتنا، للأجيال كلها، للكبار والصغار، للرجال وللنساء، ينير لهم الطريق في هديه صلى الله عليه وسلم في حياته كلها. فرحت كثيرا عندما كنت هنا في مدينة الرباط العامرة بالمملكة المغربية، وجئت وتشرفت كثيرا بهذا المعرض في ثوبه الجديد، وبصفة خاصة في الحجرة النبوية المشرفة التي أعادت لنا ذكريات مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تواضعه الكبير وفي عيشته البسيطة، لكنه ملأ الدنيا بقيم وأخلاق وأنارها بكل تفصيلة من تفصيلات الحياة. شكرا جزيلا لكل القائمين على هذا المشروع، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.